الملك فاروق سنة 1938 اتجوز الملكة فريدة وتعمل لهم فرح عالمي، لدرجة ان سلاح الطيران خرج بنفسه وعمل استعراضات في الجو بمناسبة الفرح، والجيش كمان حضر وعمل استعراضات عسكرية جدا جميلة، عمل طوابع بريد وعملات عليهم صورة العروسين والذبائح، ما كانش لها اول من اخر. فضلت الاحتفالات في البلد لمدة 3 ايام وجالهم هدايا جميلة جدا جدا. احمد حسنين باشا طلب من الباشوات ما حدش يجيب هدايا الا غير الماس او ذهب، كله بقى بيجيب هدايا عشان ينول الرضا، صواني بقى وكاسات ذهب وتحف مدينة بالألماس، وكمان 20 باشا جابوا صينية بكوبايات مصنوعة من الذهب الخالص. انت بقى لو كنت معزوم كنت هتجيب لهم ايه؟